السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم، إزيكم وحشتونا، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. موضوع فيديو النهاردة، أنا هدبح الحمام ده علشان أسعار الكلفة زادت. طبعا كلنا عارفين أسعار الكلفة زادت اليومين دول، ناس كتير هتصفي الحمام، ناس كتير قالك أنا هدبح الحمام أو هيتخلص منه بأي طريقة. تعال نحسب الأصل، اللحم بياخد قد إيه، بيتكلف قد إيه أكل. مش هنتكلم على العلاج وعلى الرعاية، هنحسب الأكل بتاعه بس، مش هنحسب أي حاجة تانية. أنا معايا هو الكلفة ومعايا الميزان، وهقولك أنا بأكل القص قد إيه، وبياخد قد ايه في الشهر، وبياخد قد ايه على بال ما ينتج. كل الحاجات دي هنعرفها مع بعض ونشوف ان هو هتعمل ايه، هتذبح ولا هتبيع الحمام ولا هتصفي، المهم باي طريقه هقول لك هنعمل ايه في المرحله الجايه دي. انا النهارده شاري الدوره الحمام، الدوره الحمام مش الكلفه على بعضها يا جماعه، مش الخلطه كلها، الدوره الحمام بس ب 11 جنيه وفي ناس بتبيع ب 12 جنيه ومش عاجبني كمان، يعني ب 11 جنيه ومش حلوه كمان. طبعا الفول ب 12 والبسله ب 13 او ب 14 يعني، والغله القمح ب 8 جنيه يعني، ربنا يستر علينا في الفتره القادمه يعني. نحاول نستمر وبنجتهد علشان نستمر، بس هنشوف هنعمل ايه، هندبح ولا هنبيع ولا هنصفي ولا هنعمل ايه. قبل ما نبدا الفيديو ارجوك اعمل لايك للفيديو علشان الفيديو يوصل لمعظم الناس، اللايك بتاعك بيفرق جدا في القناه عشان القناه تكبر والفيديو ينتشر. طيب حضراتكم فاكرين الفيديو اللي كنت عملته اللي هو جوع الحمام تاخد زغلول كبير؟ انا ماشي بنفس الطريقه، يعني انا ما بهدرش في الكلفه ولا حاجه، انا باكل الفرد قبضه يد كده، ده الفرد اللحم كمان مش اي فرد، قبضه يد كده، شوف حضرتك ازاي، هي ده قبضه اليد اللي انا باكلها للحمام اللحم. الحمام طبعا السايب انا باكله لحد ما يشبع، وباكله دلوقتي مره واحده في اليوم. طب اعمل ايه؟ مش هاكله خالص؟ بس انا ما باكلش عيش، ما باكلش قمح بس. في حد هيقول لك ايه اكل عيش عشان توفر، اكل قمح بس، كل دي حاجات يعني اللي مستغنى عن حمامه بيعمل كده. حد هيطلع يقول لي طب ما زمان كانوا جدودنا واهالينا بتعمل كده وكان الحمام كويس ما شاء الله. هقول لك الحمام كان بيروح الغيطان، الحمام كان بيطير في وسط الاراضي بياكل اللي هو عايزه، ما كانش ناقصه حاجه. الوقت لازم تعمل الكلفه المتوازنه زي ما احنا بنعمل كده، وبتحط كمان فيتامينات، وبتحط كمان ثنائي فوسفات الصوديوم على الكلفه زي ما احنا بنعمل كده، واملاح معدنيه وفيتامينات ورفع مناعه ومضاد سموم وخل تفاح، وبتعمل خل وتوم وبصل ويا حاجات كتير جدا جدا جدا. بس احنا النهارده هنتكلم عن الكلفه بس. هنحسب مع بعض القص اللحم بيتكلف قد ايه على ما تاخد منه اول عش زغليل، ده لو جبته كمان وادالك عش زغليل كامل، ممكن يطلع زغلوله طبعا بيحصل، ممكن يطلع بيضه فاضيه او بيضه مليانه، هنشوف كل ده وهنحسبه مع بعض. تعالى الميزان اهو على الصفر، هنفتح الميزان هنحط اول قبضه ايد اهو، ده قبضه ايد، نحط الثانيه، ده للقص الواحد. طيب لو القص ده معاه زغليل هنحسب برضو، لو معاه زغليل جزء الزغليل عشان نشوف الجزء الزغليل بتكلف كام، الاهالي هتاكل والزغليل هتاكل، فبنحط نفس المعيار للجزء الزغليل اللي معاهم اهو، يبقى كده أربعة معانا، قلنا 130 جرام. هو الميزان بتاعي مش دقيق قوي، هو هيبقى من 130 140، هنقول 130 جرام. حسبنا ال 130 جرام في عمر الزغليل اللي هو شهر 18 يوم تحضين البيض، بقينا يطلعهم 5 كيلو 850 جرام، يعني 6 كيلو. 6 كيلو دول لو بتشتري الكلفة ب 10 جنيه يبقى 60 جنيه. طب هي الحكاية مش بتحسب كده، انت هتقول لي طب ما هو بيكسب اهو يا عم الحاج. لا استنى استنى، ما احنا هنحسب حسبه برضه من الاول من البدايه. الاهالي دي انت جبت الاهالي زغاليل، ضفت عليها اكلت الاهالي بكام لمده 6 شهور، ولنفرض انت جايبهم زغاليل بسعر 150 جنيه، انت جايب زغاليل بسعر 150 جنيه الحمام اللحم يعني، قعدت تاكلهم 6 شهور على ما حصهم وطلعوا لك جوز الزغاليل دول، 6 شهور بياكلوا قد ايه على ما يطلعهم الجوز الزغاليل او على ما يبداوا يشتغلوا. يبقى القص اللحم ده على ما يشتغل هياكله حوالي 12 كيلو مدة الست شهور اللي انت هتجيبه عندك، وانت هتجيبه زغليل على ما يشتغل هياكله حوالي 12 كيلو. ال 12 كيلو لو بسعر 10 جنيه وفيه، هتلاقي ازيد من كده، خد بالك في الايام اللي جايه هتلاقي ازيد من كده، لو هو ياكل ب 10 جنيه يبقى 120 جنيه. هتقول له ايه يعني ما 120 جنيه؟ طيب يا عم الحاج البلدي هياكل بكام؟ ده انا بكلمك على اللحم
على انك تربي لحم او تربي زاجل، ما تربيش بلدي. خلاص البلدي ده بقى هنذبحه هنذبحه هنذبحه، هنطلق البلدي بالتلاتة، خلاص مش هنربي بلدي خالص، خلاص انتهينا موضوع البلدي ده، انساه بقى خالص، لانه هياكل. انت لما تاكله لحد ما يشتغل ب 120 جنيه او ب 100 جنيه، هتقول لي ما بياكلش زي اللحم، او ب 90 جنيه او حتى ب 80 جنيه، وعلى ما يطلع جوز الزغاليل هياكل بكام، يبقى انت صرفت كام. في نفس الوقت هتحط زي ما انا عملت كده للحمام، سيبك من اهدار الكلفه بقى، اهو القبضة اليد كده مقفوله مقفوله، ما تملاش ايدك قوي، هي كده اي فرد عندك القبضة اليد دي، اي فرد عندك قبضة اليد دي اللي هو مربي في سلكات الارض، ما تخليش درايه حبايه ذره تفيض على الارض. ده اولا اهدار للكلفه، ثانيا بيجيب الامراض للحمام زي ما قلت لك، جوع الحمام، تاخد زغلول قوي، هتلاقي الحمام صحته كويسه لما تجوعه، هتلاقي الحمام اول ما تحط له الاكل هيجي يجري على الكلفه. هنشوف اهو الحمام، اهو انا ما اكلتوش من امبارح، هنشوف اهو اهو، احنا ده المنظر اللي عايزين نشوفه، عايزين الحمام يجي كده على الاكل اهو، عايزين الحمام نشوفه يجي على الاكل. انت جوع الحمام تاخد زغلول قوي. هنرجع لموضوعنا، طب انا اعمل ايه؟ واحد يقول لي انا ما عنديش سلكات وما اعرفش اعمل كده، انا بعمل بحط شويه اكل كده الحمام يخلصهم وانا واقف ازودلوش، احس ان هو لسه عايز ازودله شويه، ما سيبش اكل يفيض عن الارض لحد ما تلاقي خلاص هيفيض، ما عدتش احط، خلاص اسيب الحمام على كده، بس الميه احط له الميه بزياده خصوصا ان الصيف جاي. طيب كده خلاص، طيب انا عندي حمام زياده، حمام بيهدر اكل، حمام مش بيبيض، عندي حمام ملوش لازمه، حمام مستواه وحش، هو ده اللي انا هعمله الفتره اللي جايه، انا هذبح الحمام اللي مستواه وحش ده، مش هخليه. الحمامه اللي مستواها وحش اللي لما تطلع زغاليل مش هتجيب فلوس، هذبحها مش هسيبها. وانا بعمل كده عموما كل فتره والتانيه، انت مش معنى ان انت جايب حمام نوعيه كويسه ان هيطلع ولاده كلهم كويسين، لا لازم هيطلع فيهم برضو بعض زغلول مش كويس، مستواه وحش، عادي اذبحه اتخلص منه، ما اقولكش بيعه، ما تبيعش الحمامه الوحشه، عشان لما تبيع حمامه تبيع حمامه كويسه وتجيب فلوس، والزبون اللي بياخد حاجه كويسه هيجي لك تاني، الزبون هيجيب زبون، والله ما هتخسرش بالطريقه دي. طيب انا عندي حمام سايب كده مش عارف اعمل فيه ايه، اعرفه ازاي الحمامه الشغاله مش شغاله؟ انا هقول لك نعمل ايه. انا برضو زيك، انا عندي السايب اهو وبعاني من نفس المشكله، بس لما بحب اعرف بعمل ايه هقول لك ازاي. عندي مثلا في حمام شغال ومش شغال، زي دي مثلا، دي حمامه شغاله، فلنفرض ان النتايه نايمه لها وقت طبعا، والذكر بيبقى له وقت، هتيجي في الوقت اللي النتايه راقده فيه على الحصى، لو عندك دبل لبسها دبله، وممكن تعرف كمان رقم الدبله، لون مختلف للذكر ولون مختلف للنتايه. الدبل ده على فكره رخيصه جدا، مش غاليه. الدبله دي هتقول لي لبس الدبله ازاي؟ لا الدبله دي فك وتركيب، الدبله دي بتبقى مفكوكه كده، ده كليبس بتتك عليها كده تقوم قافله، الناس اللي ما تعرفهاش يعني، تبقى مفتوحه وتقفلها انت بايدك كده. عرفت الذكر من النتايه، علمت الحمام الشغال، هتيجي بعد ما تخلص ممكن تعمل الحكايه دي في يوم، تتابع الحمام في يوم، طبعا اللي رائد الظهر غير اللي رائد بالليل، هتعلم الذكوره الظهر وتعلم النتي بالليل. طيب بعد ما علمتهم عرفت بقى الحمام الزياده اللي مش شغال، اشوف بقى اللي رائد على حصى زي كده، لو فيهم حاجه مستواها مش عاجبني ابقى اذبحها وابدل برضه من الحمام اللي مش شغال، او في حاجه عجوزه ما بتنتجش كويس ابدا ابدل من الحمام الشبابات واجدد في السلاله اللي عندي، بحيث ان انا احسن من المستوى اما اجي ابيع زغليلهم او ابيع ولادهم يجيبوا لي فلوس. طيب لو ما عندكش هتقول لي انا مش عايز اكلف ومش عايز اجيب دبل او اشتري، لسه هشتري دبل، هقول لك ممكن ما تشتريش دبل، هتجيب بكره لزق من اللي هو بتاع السلوك الكهرباء ده، برضو فيه كل الالوان، لو انت عايز مثلا تعلم النتاية بلون والذكر بلون، هتقوم قاصص حته كده تلزقها على رجل الحمامه. انا بعمل كده، انا بكلمك عن نفسي، حته قد كده وتلفها على رجل الحمامه من تحت، على العظمه من تحت، وما تلفهاش على الريش. عايز لون الذكر لون والنتايه لون، سهله جدا كده، انت عرفت الايه. عايز تعلم باي علامه علم، المهم ما تخليش حمامه عندك مش شغاله الفتره دي، اللي مش هيعمل كده فعلا هيصفي الحمام مش هتقدر تصرف على الحمام، الحمام مش هيقدر يصرف على نفسه لو عندك حمامه بتاكل بدون داعي كده. خلاص عشان نكون متفقين، واتفقنا برضو ان انت تذبح كل البلدي، ما تخليش حمامه بلدي عندك، انتهينا الموضوع البلدي ده.
اللاحم نزل في مصر فرصة ان انت تبدل السلالة، بدل ما تجيب البلدي تبيعه ب 30 جنيه، ب 40 جنيه، حتى لو ب 50 جنيه هيخسر معاك. لو بعت جوز الزغاليل ب 50 جنيه برضه هيخسر معاك، ليه تبيعه ب 50 جنيه؟ وممكن تبيع اللحم اقل شيء، اقل شيء هتبيع جوز الزغاليل اللحم ب 100 جنيه، وب 125 وب 150 زي ما انت عايز. احنا كنا ايام ما كنا بنبدا في التربيه كان ب 200 جنيه جوز الزغاليل اللحم. فهنا احنا بنحسبها، انا ليه اربي حمامه رخيصه؟ اربي حمامه تجيب تكاليفها استفاد، اقدر استفاد. انما لو اربي الحمامه البلدي مش هتقدر تاكلها. ربي الحمامه البلدي في حاله واحده بس، لو انت بتسيبها تاكل من الجبل او من الاراضي الزراعيه، يبقى ربي بلدي زي ما انت عايز. اما ان انت هتاكله، لا ما تربيش بلدي. قول لنا رايك واكتب لنا في التعليقات ايه مشكلتك وبتاكل ايه وايه عامل ايه معاك موضوع الكلفه ده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.